استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ خطط عمل الوزارة خلال الفترة الماضية وسبل تطوير العملية التعليمية. واستعرض الوزير خلال الجلسة الإجراءات التنفيذية والآليات التي اتخذتها الوزارة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، من بينها القضاء على مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بنسبة 99% وحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين الذي كان يمثل عدد 460,000 معلم، حيث تم حلها بنسبة 90%. كما أشار إلى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30,000 معلم سنويا. وأضاف الوزير أن الوزارة اتخذت حزمة من القرارات المتعلقة بتقييم الأداء على مدار العام الدراسي بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم.